ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. عليكم السلام، مرحبا بكم. يعني في الحقيقة بعد كل ما خسره العراق هو يخسر مقعده في مجلس حقوق الإنسان، هذه المرة التابعة للأمم المتحدة. ماذا يمثل بالنسبة لكم كمتخصصين وخبراء خسارة العراق لهذا المقعد؟ نعم، بالنسبة لخسارة العراق لمقعده في مجلس حقوق الإنسان، يعني بالنسبة لنا هذا نتيجة طبيعية، نتيجة للملف الثقيل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى مختلف الأصعدة في العراق. يعني دابت المنظمات الحقوقية على توثيق الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون في مختلف النواحي، وهذه يعني من منظمات عالمية معروفة وكبيرة أيضا. كل هذا أدى إلى أن يعني في النتيجة يحصل العراق على هذه النتيجة الأخيرة، وهي أن يخرج من مجلس حقوق الإنسان. طبعا لم تنفع كافة الدبلوماسيات التي يعني تساعد ساند العراق، ومنها الدبلوماسية الأمريكية في أن يبقى العراق في مقعده هذا، نتيجة لعدم وجود أي إمكانية للدفاع عن العراق، أو لا يوجد أي تقدم في ملف حقوق الإنسان حتى يبقى العراق في مقعده. كل هذا يدل على أن هذه التوثيقات التي تمت لما يحدث للعراقيين من انتهاكات هي فعلا وحقيقية، وأصبحت الآن تلقى صدى ومصداقية في الأمم المتحدة. نعم، مفوضية حقوق الإنسان كما تعلمين تقول أن العراق يمر في مرحلة حرجة ويواجه مشاكل في ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تفضلت به، كيف ينظر المجتمع الدولي للوضع الحقوقي في العراق؟ يعني ما حصل من خسارة العراق هو ردة فعل على ما يبدو أو انتقاد لاذع لما يحصل في العراق، لكن هل هناك تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع؟ نعم، يعني العراق خسر مقعده في مجلس حقوق الإنسان نتيجة حتى لمن الانتقادات لبعض الدول التي كانت يعني أصلا تدعم العراق، تدعم حكومة العراق. يعني مثلا انتقادات السفير البريطاني الأخيرة لما حصل من قمع للتظاهرات في العراق، وما نسب للتظاهرات من أنها من قام بها هم مندسون ومتآمرون. يعني هذه كانت في الحقيقة ضربة قاسمة للعراق، يعني أن تقوم مثلا بريطانيا بانتقاد دور الحكومة في هذا الجانب وما تعرض له المتظاهرون أيضا من قتل، ولو أن كانت الأمم المتحدة تعبيرها كان فقط عن القلق، ولكن كانت هناك منظمات أيضا حقوقية قامت بالتثبيت بإثبات أن الحكومة هي من تقوم بهذا العمل وليس بسبب متآمرين أو وجود مندسين أو غيرها، وأن مطالب العراقيين كانت مشروعة وحقيقية وهي ليست المرة الأولى. يعني حتى أن الحقوق الأساسية في العراق مثل حق المياه الصالحة للشرب غير متوفر في العراق، فإذا أي حقوق يحصل عليها العراقيون غير هذه ممكن أن تحصل؟ يعني إذا كانت هذه أبسط حقوق الإنسان غير متوفرة في العراق. الحقيقة يعني سجل العراق أصبح مثقل بالانتهاكات، وطبعا هذا معروف أنه السبب هو ما تقوم به الحكومة في العراق، وأصبح لا يوجد هناك من يستطيع أن يغطي على هذه الانتهاكات. نعم دكتورة فاطمة، النائب السابق كامل الدليمي يقول أن سياسة عبد المهدي هي السبب في خسارة مقعد العراق، ما كيف يؤثر الوضع السياسي والأداء السياسي المتردي في العراق على حقوق الإنسان؟ يعني بالتأكيد يعني الحكومات هي من تؤثر تأثير إيجابي على أي ملف لحقوق الإنسان في أي بلد كان. عبد المهدي يمثل السلطة التنفيذية، فإذا كانت لديه هذه السلطة وهذه الصلاحية كيف لا يستطيع أن يصلح هذا الملف؟ كيف لا يستطيع أن يضع على أبسط الأمثلة أن يضع المجرمون الذين قاموا بمثل هذه الأفعال والانتهاكات في السجون، أن ينفذ القانون؟
إذا كانت السلطة السياسية لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا وهي تمثل السلطة في العراق، إذا من يستطيع أن يمثل أن يقوم بهذا العمل؟ يعني مهما وصل الحد من الضغط من قبل منظمات حقوق الإنسان والتوثيق الذي تقوم به، إذا لم تتحرك السلطات في العراق من أجل التقدم في هذا الموضوع واسترجاع حقوق المواطنين العراقيين، إذا من يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟ هي الحكومة العراقية هي نعم المسؤولة الأول والأخير عما يحدث في من انتهاكات لحقوق الإنسان. نعم نعم. نتوقف هنا عند نقطة مهمة أشارت إليها أو أكدت عليها هيئة علماء المسلمين عندما طالبت بإكمال خطوة إخراج العراق من مجلس حقوق الإنسان بإيقاف الانتهاكات ومحاسبة المجرمين. ما الدور الواجب على المجتمع الدولي إضافة إلى كل ما تفضلت به لوقف انتهاكات الحكومة على الشعب العراقي؟ يعني هذا التطور يعتبر تطور جيد، أولا أن يعني أن يخسر العراق مع الأسف الشديد، يعني أن نقول هذه الجملة ولكن هذه هي الحقيقة، وهذا بسبب أداء الحكومات العراقية وليست بسبب التوثيق. التوثيق هو فقط نتيجة، هذه خطوة، ولكن يعني إذا فقط اكتفينا بهذه الخطوة هذا يعني أنه لن يحصل أي تغيير في أوضاع حقوق الإنسان، لأن هذا فقط على يعني على المستوى العالمي، ولكن على المستوى الوطني إذا لم يكن هناك تطبيق للقانون، لم يكن هناك إصلاح للقضاء، إصلاح قوانين، يعني القبض على المجرمين، محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، القضاء على كل أشكال الطائفية، وتغييرات جذرية في الحقيقة في كل النواحي المتعلقة بما تسبب في هذه الانتهاكات، فالحقيقة يعني هذه تعتبر خطوة لا شيء ولا تمثل ولا تؤدي إلى أي نتيجة منطقية. ولكن إذا استمر المجتمع الدولي من خلال الضغط على العراق، طبعا لديهم وسائلهم العديدة إذا أرادوا أن يحسنوا ملف وأوضاع حقوق الإنسان في العراق، هناك اتجاهات عديدة يتم الضغط على العراق، ولكي يستجيب إلى كل هذه التقارير التي يعني تم توثيقها وتحسين حالة حقوق الإنسان في العراق، إذا لم يتم هذا على أرض الواقع ولم يجد المواطن العراقي أي نتيجة نعم لهذا، ففي الحقيقة هذه تعتبر ليست لديه، هذه خروج العراق من مجلس حقوق الإنسان يعتبر ليس له أي معنى. وللأسف يعني الأداء على أرض الواقع سواء الحكومة أو الميليشيات تقول العكس تماما، من أنها قتلت ما يزيد عن 300 شهيد وآلاف الجرحى حتى الآن. أنا أود أن أفسر معك أو نستوضح معكم، وقع وصدى مثل هذه الأخبار على الحكومة العراقية وعلى المؤسسات الحقوقية العاملة في العراق، كيف تتوقعين صداها هناك؟ يعني في الحقيقة نحن نتوقع أن تبقى الحكومة العراقية على نفس النهج مع الأسف الشديد، خاصة وأن هي لا تمثل مصلحة المواطن العراقي، وأكبر دليل على ذلك هو ما حدث مؤخرا من استحداث قوة الحفاظ على الأمن، وهذه يعني التسمية الآن، طبعا هذه القوة الآن استحدثت من أجل يعني التصدي للتظاهرات، ونحن لا نعرف ماهية هذه القوة وتفاصيل هذه القوة، مع العلم نحن الذي نتوقعه أن تكون مثلها مثل القوات الأمنية والميليشيات المنضوية معناها، لأن هذه هي ما تستطيع فيه أن تقوم به الحكومة العراقية. نعم. إذا النهج الحكومي سوف يستمر كما هو في التصدي مثلا للمظاهرات، في الاستمرار بانتهاكات حقوق الإنسان. الحكومة العراقية أصلا هي من تعطي الأوامر لما يحدث الآن في العراق مثلا من التصدي للتظاهرات، فكيف يمكن أن نتوقع منها أن تستجيب وأن تقوم بتحسين ملف حقوق الإنسان؟ الحقيقة هذا الأمر هذا لا سؤال. يستويان. شكرا لك يا دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن.